سنتكلم عن مقابلة العمل بالفرنسي، يعني موضوع ديالنا في الدارجة والفرنسية باش نستأنسو باللغة. فمن بين الأسباب لما تتخليكش تنجح في لونتروتيان دومبوش وهو الخجل، أي لا تيميديتي. تتولي حمر، يديك تيبداو يعرقو، تتبدا ترعد، والقلب ديالك تيبدا يضرب بالجهد. تو لو تراك، تتدهشر. تو راكونت نيمبورت كوا، تتبدا تدخل وتخرج في الهضرة وما تتبقاش مركز. دوكو تتبدا تتعطل في الجواب اللي تيطرح عليك لو ريكروتور. اي انفان تو لوب لونتروتيان، وفي الاخر تتزقل هاد لونتروتيان. شوف، با دو بانيك، ما تقلعش، هاد الشيء عادي عادي جدا. جو سوي تيميد مي جو مي سواني، انا تنعاني من الخجل. مي جو مي سواني، ولكن تنتعالج. شوف، مقابلة العمل هو واحد اللقاء ما بين جوج ديال الأشخاص، يعني وخاصك تعرف بأن الموظف يعني ماشي خدمته هي يوحلك ويصيدك، لا، المهمة ديالو هي أنه يبحث على لو بروفيل اللي غادي يصلح لهم في الشركة. أوسي لا تيميديتي ني با زون فاتاليتي، عقل على هادي، لا تيميديتي ني با زون فاتاليتي، الخجل ماشي أمر حتمي، يعني ممكن يتعالج. وهذا الخجل هذا عنده بزاف ديال الاسباب، اما تتكون اسباب، يعني اسباب كثيره. انسان مثلا في الطفوله ديالو تعرض للقمع، العصا، تربيه، تلقى واحد التربيه خاطئه، تلقى مع شي معلم معصب، يعني وهذا الشيء ممكن يتعالج. يعني نشوفوا دابا سي كوا لاشي بريز، لاشي بريز، وهذه العباره هذه ولينا تنسمعوها بزاف يعني مؤخرا. لاشي بريز يعني عبارة تعني ما تبقاش باسيف، ما تبقاش مربع يديك، لا، دير اللي عليك. يعني دير اللي عليك بطبيعة الحال على حساب الإمكانيات اللي عندك، هذا هو المفهوم ديالها. هنا غادي تكون يعني ملي غادي دير هادشي، هنا تتكون تخلصتي من تأنيب الضمير وما هلكتيش نفسك لا جسميا ولا نفسيا. يعني لاشي بريز هي أول نقطة، يعني بحال تنقولوا بالدارجه ما تبقاش معكس، تلقها تسرح. يعني بمعنى دير الاسباب وتوكل على الله، يعني لاشي بريز، يعني هذه هي اول حاجه. فالمهم يعني باش نقاوموا، او باش يعني باش نقاوموا هاد لا تيميديتي انفولونتير، يعني هاد الحشوميه وهاد لا روجور انفولونتير وهاد الخجل اللا ارادي وهاد لا تيميديتي لا اراديه. فمن بين المسائل اللي خاصك ديرها هي تينيفو دغوا، يعني وقف مقاد، فهمتيني؟ هذه اول حاجه. اغاردي لو دو، وخلي الظهر ديالك يبقى فيرتيكال مقاد، ما تبقاش. يعني هادو من بين الاسباب اللي خاصك تعتمدها باش تجاوز هاد الخجل. يعني كما قلنا غاردي لو دو فيرتيكال اي انسبيري اي اكسبيري، هادي مهمه يعني تيهضروا عليها بزاف. يعني خاصك تنفس وتاكسبيري مزيان، تنفس مزيان، حيت ملي تتنفس تحيد داك تتحيد الخلعه. يعني هادي مهم. ثاني حاجه، واحد المساله اللي خاصك تلعب عليها، لعب على لا ترونسبارونس. اسيدي كون صريح، قول لو ريكروتور، قول ليه جو سوي تيميد، قولها ليه عادي، حيت يعني حيت شي حاجه اللي تتعالج، ماشي حاجه اللي تتعادي او شي مرض معدي، انا فيها حتى شي حاجه، يعني مو جو سوي تيميد، يعني وهضر بانك تتخدم على هاد لو بوين فابل. يعني من تهضر مثلا على لي بوين فابل، هضر على هاد النقطه هادي ديال لا تيميديتي، فهمتيني؟ يعني هنا تتعرف كيفاش تتلعب على هاد المسائل هادي، يعني هاد لو بوين فابل تترجعو لصالحك، وفي هاد الوقيته غادي طير عليك هاد الحشمه، وغادي يرجع اللون ديالك عادي، وغادي تهضر بشكل تلقائي. شوف، جرب هادي ورد عليا الخبر. وايضا من المسائل المجربه هي حط يديك على شي حاجه، مثلا على ركبتك، يعني ما تخليش يديك واقفه بحال هكا ولا شي حاجه، لا، حطها فوق ان بوين دابوي، فهمتيني؟ عاوتاني تيقولوا الى ديكونسيي، سي ديكونسيي دو ميتر يعني تيمان دون تي بوش، ما تخليش يديك في الجياب ديالك، لا، سي ديكونسيي. ف شنو قلت؟ يعني شتي غير منين قدرتي يعني تقبل في هذا لونتروتيان، وقدرتي دير معاهم اونتروتيان، راك تقريبا راك تقبلتي، او راك نوعا ما حطيتي رجليك في الخدمه. يعني وهذا الشيء خاصو يخليك دير الثقه في نفسك وتفتخر بنفسك.
نقول لك واحد الحاجه، نقول لك واحد الحاجه اللي غادي تشجعك. شتي منين لو ريكروتور يعني اتصل بك واستقبلك عنده في البيرو، هادشي تيبين بانه انتريسي باغ طون بروفيل، انتريسي باغ تي كاباسيتي اي تي كومبيتونس، يعني راه هو مهتم بهاد المؤهلات ديالك وهادشي اللي عندك في السي في ديالك. انت بطبيعه الحال انت اللي عليك انك توجد مزيان لهذه المقابله، وخصك تكون هذه مهمه، خصك تكون ضابط مزيان السي في ديالك، ضابط يعني دوك الانجازات اللي درتي، المؤهلات، المهارات اللي عندك، فهمتيني؟ هذا هو. وهضر كذلك على لي سونتر دانتيغي، الاهتمامات ديالك لي سونتر دانتيغي، وما تخلي حتى شي حاجه اوازار، يعني ما تخليش شي حاجه هكاك، يعني كل شيء هضر عليه، كاع داكشي اللي كتبتيه في السي في حاول تهضر عليه. شوف دير واحد القضيه مثلا، يعني باش تجاوز هذه المساله ديال الخجل، دير مثلا وقف قدام المرايه ودير بانك راك تدوز واحد لونتروسيان، ولا دير واحد الحاجه زوينه هي صور راسك في البورتابل، هذه زوينه، يعني هذه يعني كما تيقولوا بالفرنسي اكسبوزي فو ا لا سيتوياسيون، اكسبوزي فو ا لا سيتوياسيون، يعني حط راسك في هذه لا سيتوياسيون، حط راسك في هذا الموقف، اكسبوزي فو على سيتوياسيون، وهذه هي احسن وسيله باش تجاوز هذا الاحراج في المقابله. فيعني هذه هي احسن حاجه، انك تخايل وحط راسك في الموقف ديال المقابله، يعني فو افرونتي فو بور، فو افرونتي يعني خصك تواجه المخاوف ديالك، اي لونسي فو بتي تابتي، وزعم بشويه بشويه، يعني لونسي فو بتي تابتي. سوي انتغر يعني وكون صريح في المقابله، كون صريح ما تكذبش، ما تزيدش فويخرات. فكاع لي نفرض كذبتي ولعبتي عليهم، يعني دو توت مانيير يعني ما غاديش تطول الكذبه، ما غاديش تطول، ومع الوقت دغيا غادي تعاق، فهمتيني؟ يعني فوزيت كوم فوزيت، نتايا شتي نتايا هو نتايا، فوزيت كوم فوزيت، بقى عادي. بالنسبه للنقاط القوه اللي عندك، لي بوين فور، يعني حاول تحطهم هما الاولين باش تغطي على الخجل ديالك. اوسي ايفيتي دو تو تاناليزي، ايفيتي دو تو تاناليزي، يعني ما تبقاش دائما، يعني دائما بحال تقولوا بالدارجه يجي تتحقق غادي تحمق. فالناس اللي عندهم الخجل غالبا ما تتكون عندهم يعني واحد الحساسيه مفرطه، تيبقاو يحللوا اي حاجه، كاع دوك لي مواندغ ديتاي تيبقاو يحللوهم، وهادشي تيشتت لك الراس ديالك وتتولي ضعيف والخجل تيتغلب عليك. اش غادي نقول لك؟ طلقها تسرح، لاشي بريز. واخا لو مارشي دونبلوا تيميزي بزاف على الناس اللي تيكونوا جبهه، ولكن تيبقاو الناس اللي تيميد، الناس الخجولين عندهم فرص اكبر، حيت تيكونوا معقولين ونيشان وما فيهم لا خواض لا والو، وتيبغيو يخدموا. اي فوالا، ا تري بيانتو.